بدايتي كانت سنة 1979، أمضيت رسوماتي باسم أيوب حتى أتخفى وأتنكر وأهرب. كنت أرسم بإحساس، إحساس الإنسان الذي يعاني. أصبحت لسان حال الطبقة المسحوقة. كنت أرسم الشخصيات، الأشخاص السياسيين بوجوههم بملامحهم وأتهكم. كمسؤول انتخبناه، من حقي أنتقده، من حقي أسخر من تصرفاته. رسمت المسؤولين الكبار ورسمت الإرهابيين. الإرهاب إذا كنت أمامه فراح يقتلك، هذا ما فيهاش نقاش. المسؤولين أصبحوا لا يهددونني، أصبحوا يغروني حتى لا أتطرق إليهم. الإرهابي يقتلوني، ولهذا كنت أتشجع لرسم المسؤولين. لو أذعنت لمسؤول واحد فقط لكانت نهاية الرسام أيوب. فيه تضييق على حرية التعبير، قمع يأتي من بالنسبة لي أنا من أوامر إدارية، من الوزارة، من الرئاسة. كنا يعني تقدر تقول في مقدمة الدول العربية التي تمارس حرية التعبير، وكانت الصحافة يعني مهنة تقدر تقول شبه مقدسة، وضاعت أو اختفت بسبب تغير السياسة. مع بداية ثورات الربيع العربي ساهمت أنا ككاريكاتوري، ساهمت في الثورة، والكاريكاتور معظم الكاريكاتورين العرب ساهموا، وكأنه كان ضوء أخضر لمساندة الثورات. كان الكاريكاتور من بين الحاجات المؤثرة في مرحلة الحراك. الشباب موجود، لكن الفرصة هذه، فرصة الانتقاد هذه لن تكون، لن تتاح له. أي جريدة تخرج الإطار المحدد راح تحرم الإعلانات، لأن الظرف السياسي، المرحلة السياسية اللي رانا تمر بها البلد ما تسمحلوش باش يبرز إمكانياته. فيما يخص التضييق، الكاريكاتوري إذا كان عنده خبرة وشوية ذكاء يستعمل الرموز. إذا استمر التضييق هذا فيه مهن كثيرة تختفي، لأنه الشاب حتى يبرز لازم له وسيلة ينشر رسوماته من خلالها. الرسام إذا كان ما يتقاضاش راتب راح يتحول إلى مهنة أخرى. رسام هو أي آخر، ولا من حق أي نظام يسجنه، لأن حرية التعبير. أنا مع حرية التعبير بنسبة 90% على الأقل.